دلوقتي بقى خلينا نروح لميا مرة تانية عشان تقولنا بالتفصيل أخبار الطقس إيه النهاردة. اتفضلي يا لميا. شكرا جمانة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. والنهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وكمان الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ده غير ان في كمان فرص امطار خفيفه على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر ورمال مثاره. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس النهارده بتنضم لنا على التليفون الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. طمنينا على اخبار الطقس النهارده. احنا ما زلنا بنشهد استمرار الاجواء الصيفيه المستقره على كافه انحاء الجمهوريه، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام او اعلى من المعدلات بحوالي درجه، بنتاثر طبعا بامتداد كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فما زال هناك ارتفاع في نسب الرطوبه خاصه فترات النهار بنحس بيها، عشان كده نسب الرطوبه هي اللي بتعلي احساسنا بارتفاع درجات الحراره وتخلينا نحس ان ما زلنا في ارتفاع في درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 34 درجة مئوية، المحسوسة هنحسها لو تكون 36 و37 درجة مئوية. الأجواء خلال فترات النهار أجواء حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى، هتظل الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء. خلال فترات الليل ومع دخول ساعات المساء بيبقى في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده بيؤدي الى يعني عدم الاحساس بنسب الرطوبه، فبنحس معاه بانخفاض درجات الحراره والاجواء المعتدله تماما خلال فترات الليل، خاصه في المناطق الشماليه، السواحل الشماليه القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري، لكن المناطق الجنوبيه الاجواء خلال فترات الليل عليها اجواء مائله للحراره. بالإضافة كمان في الصباح الباكر بيبقى فيه سحب منخفضة بتحت جزء من أشعة الشمس، فبالتالي بتأدي لتلطيف الأجواء خلال فترات الصباح، فإحنا بدأنا نشعر بتحسن في الأحوال الجوية خاصة فترات الصباح أو فترات الليل. بالاضافه كمان ما زالت يعني مستمر معانا تكون لشبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، مهم جدا ناخد بالنا منها لدى قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. وكمان اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه وكمان السحب الركاميه على سلاسل جبال البحر الاحمر، وهيكون معاها فرص سقوط الامطار الخفيفه لكن مش هتكون مؤثره تماما على أعمال الأنشطة اليومية بإذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى 34 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى 35 والصغرى 24، اسكندرية 31-24، العالمين الجديدة 30-23، مطروح 30-23، السلوم 31-23، بورسعيد 31-25، دمياط 31-25. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 24، إسماعيلية 35-24، العريش 31-23، طابة 35-27، كاترين 34-19، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 37-29، والفيوم 36-24. بني سويف العظمى فيها 36 والصغرى 23، أسيوط 37-23، سوهاج 38-24، قنا 43-27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 40-27، حلايب العظمى فيها 36 والصغرى 26، أخيرا شلاتين العظمى فيها 41 والصغرى 29. دلوقتي هنرجع لأحمد وجمانة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا لك.